بسم الله الرحمن الرحيم اهلا بكم على قناه محمد عبده مع ماده الرياضيات للصف الرابع الابتدائي الفصل الدراسي الاول مع مراجعه على الوحده الرابعه بعنوان القياس عايز الفت نظر حضراتكم ان عندي قناه معلم الرياضيات للترمين عليها مراجعات من خارج الكتاب للوحدات الوحدات بتاعتنا بالاضافه لان في وحدات يعني فيها شغل جامد شويه فانا ملخصها وشرحها جميل جدا زي العوامل والمضاعفات وزي مثلا آآ آآ الاعداد الاوليه وايه هي والحاجات دي يعني في روائع موجوده عليها ما تنسوش الاشتراك فيها الرابط بتاعها تحت الفيديو وبرده ما تنسوش الاشتراك في قناتي أه براعم مبدعة دي عليها دروس ومراجعات الترم الثاني زي بالظبط محمد عبده بتاعة الترم الأول وما تنسوش التواصل معايا على جروب في الفيسبوك دروسنا ببيتنا مجانا الرابط بتاعه تحت الفيديو برضو وفي قناة مبدعون عليها فيديوهات وعليها حاجات جميلة جدا لتلاميذنا يستفيدوا منها برضو يعني دي كلها الحقيقة يمكن حضراتكم ما تاخدوش بالكم منها فأنا بلفت نظركم وكل دول الروابط بتاعتهم موجودة تحت الفيديو بالإضافة برضو اللي لبتوع الماس في قناة اللي هي قناة شيماء سعيد خاصة بالماس بشرح حاجات جميلة جدا برضو باللغة الإنجليزية يعني الرياضيات باللغة الإنجليزية اللي عايز يدخل عليها عشان يستفيد منها إن شاء الله تعالوا بينا مع بعض نشوف مراجعتنا النهارده على الوحده الرابعه اللي هي بعنوان القياس. أول سؤال عندنا اختر الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس. آه برضو بلفت النظر إن السؤال ده دا دايماً لما يجي لك تحط الخط وتكتب الإجابة في النقط، مهم جداً إنك تعمل الحاجتين دول. يعني بيقول لي إذا كان محيط المثلث المتساوي الأضلاع 12 سم فإن طول ضلعه عايز طول ضلعه كام؟ هو محيطه يعني التلات أضلاع كلمة محيطه يعني مجموع أطوال أضلاعه محيطه 12 سم وهم تلات أضلاع في المثلث والتلاتة متساويين لأنه متساوي الأضلاع زي ما خدنا في الهندسة طب التلاته ب 12 يبقى طول الضلع بكام؟ آه أقسم الـ 12 على 3 تديني أربعة ما تحطش الخط كده وخلاص لا لازم تكتب الإجابة لأن لو في غلط أو في خطأ في الاختيار أو اخترت حاجة وبعدين مسحتها واخترت حاجة تانية بتبقى باينة اللي أنت مسحتها وعشان أنت مسحتها متهيأ لك إنها اتمسحت فبتعمل مشكلة يعملها لك غلط لو أنت مش حاطط في النقط الإجابة سؤال مهم جدا أو جزئية مهمة جدا فيه أو موضوع يعني مهم جدا في السؤال ده طب تعال نشوف السؤال التاني بيقول إيه مربع محيطه 36 سم قلنا محيطه يعني ايه يعني مجموع اطوال اضلاعه خلاص المحيط في المثلث مجموع اطوال اضلاعه المحيط في المربع مجموع اطوال اضلاعه بس هنا المربع اربع اضلاع مش ثلاثه والمربع اضلاعه الاربعه متساويه والمحيط يعني هم الاربعه مع بعض بكام بستة 36 طب عايز مساحته حل هتستعجل وتقول المحيط أه ستة 36 يبقى المساحه 9 ينفع؟ لا لا ليه؟ لان ده طول الضلع اللي انت جبته لما بقسم المحيط على اربعة يديني طول الضلع يعني ستة على اربعة تجيب تسعة ده طول الضلع لكن انا عايز المساحة مساحته تساوي وخد بالك كمان انه حاطط لك الاثنين الصغيره دي اللي هي كلمه مربع يعني خد بالك منها كويس لان دي عباره عن مربعات يعني المربع هنقسمه مربعات من جوه كل مربع طول ضلع واحد سنتي وعرض واحد سنتي وطول واحد سنتي كل واحد من دول اسمهم كل واحد منهم اسمه سنتي متر مربع فالمربع ده هيبقى فيه كام سنتي متر مربع جواه الاول هجيب طول الضلع بكام هقسم ال 36 على ال 4 هيديني طول الضلع بتسعة خلاص كده طيب ده التسعة كده وده تسعة كده يبقى لما اجي اقسمه مربعات هيطلع فيه واحد وتمانين مربع اللي كل واحد منهم اسمهم سنتيمتر مربع يبقى انا بعمل ايه باختصار في المسألة دي بقسم المحيط على اربعة واللي يطلع اضربه في نفسه خلاص طيب تعال نشوف المسألة التانية المربع اللي طول ضلعه خمسة سنتيمتر محيطه يساوي ايه خد بالك المسائل مش زي بعضها المسائل عكس بعضها ممكن تكون زي بعضها لكن الصيغة مختلفة عشان كده ركز معايا في اللي انا بقوله دايما المربع اللي طول ضلعه خمسة سنتي محيطه كام محيط المربع حافظينه طول الضلع في ايه أربعة بالظبط كده يعني طول الضلع الخمسة أضربها في أربعة تديني كام؟ عشرين سنتيمتر بس ما تقولش مربع كلمة مربع دي للمساحة بس لكن الطول والعرض والمحيط ده من غير كلمة مربع طيب تعال نشوف 16 دي سي متر مربع هي مساحة مربع طول ضلعه كام سنتي آه خد بالك من المسألة شوف 16 سم ديسيمتر مربع هي مساحه المربع عايزين نعرف طول ضلعه كام شوف الصيغه جايه ازاي 16 ديسيمتر مربع هي دي مساحه مربع طول ضلعه اعمل ايه بقى اه المساحه دي جت منين مش جت من طول الضلع في نفسه مش كده طب ال16 دي جت من طول الضلع في نفسه فمسال نفسي طب ايه العدد اللي انا اضربه في نفسه يديني 16 ها اه خدوا بالكم كويس جدا اربعة اربعة ايه خد بالك من التمييز دي سيمتر طب نختار الاربعة دي سيمتر فين هي مفيش مفيش دي سيمتر غير واحدة اللي هي خمسة واحنا عايزين اربعة مش كده اه يبقى ما دام مش هي دي يبقى اكيد واحدة من دول يعني سنتيمترات طب انتوا فاكرين الدي سيمتر في كم سنتيمتر؟ متر في 10 سنتيمتر الديسيمتر في 10 سنتيمتر خد بالك المتر في 10 ديسي والديسي في 10 سنتي والسنتي في 10 ملي اعرف دول كويس من غير مربع انا بتكلم على من غير مربع لان انت جبت طول الضلع اللي هو شفت العدد اللي بيتضرب في نفسه بيديني 16 اللي هو 4 4 ايه ديسيمتر طب انا هنا ما مش موجوده الديسيمتر يبقى حوله لسنتيمتر يبقى اضرب في عشرة لان انا قلت الديسيمتر في عشرة سنتيمتر طب اربعة في عشرة تديني كام؟ 40 يبقى هي الاجابه دي خد بالك من المساله اللي زي دي عشان يعني فيها فكره وعايزه تركيز منك ركز فيها لما يجيب لك المساحه تشوف العدد اللي يتضرب في نفسه يديك المساحه خلاص اذا كان محول الوحده شوف الوحده اللي عندك للوحده اللي موجوده في بين الاقواس ايه الفرق بينهم دي دي ودي سنتيمتر والديس الكبير في 10 سم يبقى اضرب الأربعة ديسي في 10 تديني 40 سم خلاص طيب تعال نشوف المساله اللي بعدها بتقول ايه مربع محيطه 28 سم فان طول ضلعه شوف غير هناك هناك كان شكلها غير كده كان جايب المحيط اه لكن مختلفة وفي واحدة هتجيني دلوقتي برضو جايب المحيط والصيغة بتاعتها هتختلف شوف بيقول ايه مربع محيطه 28 عايزين طول ضلعه هنعمل ايه لسه قايلين من شوية اخد المربع المحيط واقسمه على اربعة يعني 28 على اربعة تديني ايه تديني سبعة سنتي لان هو كاتب السنتي هنا يبقى اختار له السبعة واكتبها له هنا خلاص طيب تعال نشوف المسألة دي بقى كده اهو بيقول لي يلا كده وريني كده هتعمل ايه اربعة دي سي متر مربع تساوي كم سنتيمتر مربع هتقول لي اربعين ما احنا لسه مختارينها من شوية مش كده لا نضحك عليك ليه نضحك عليك عشان هناك كانت دي سي بس وسنتي عشان كده قلنا عشر لكن هنا دي سي متر مربع وهنا سنتيمتر مربع يبقى نعمل ايه؟ نضرب الـ الـ العدد اللي عندي في نفسه، يعني ايه نضرب العدد في نفسه؟ يعني الديسي متر بس في كام سنتي؟ في عشرة لكن انت عايزه مربع يبقى اقول 10 في عشرة عشرة في 10 في كام؟ ب يبقى الديسي متر المربع في 100 سنتيمتر مربع، مهمة جدا التحويلات دي، وانا شارحها في فيديو الدرس، ارجعوا له تاني. اه. طيب، إذا هنا عندي الاربعة دي سيمتر مربع عشان احولها لسنتيمتر مربع يبقى هضربها في مية مش في عشرة هتديني ايه ربع مية اكتبها في النقط واحط تحتها الخط شوف المسألة دي بقى اهي زي دي بالظبط هنا المحيط موجود وهنا المحيط موجود هنا عايز طول الضلع وهنا عايز طول الضلع لكن فرق بين الاتنين في الكلام كده بص مربع محيطه 28 سنتي فان طول ضلعه يساوي ايه هنا بيقول طول ضلع المربع اللي محيطه 36 سم يساوي كام سم؟ خدوا بالكم ميزوا بين الكلمات اللي بتيجي في الاسئله بتاعتنا عشان نبقى فاهمين نشرحها لنفسنا كده واحنا بنحل. طول ضلع المربع اللي محيطه 36 سم يساوي كام سم؟ طبعا اخد المحيط واقسمه على اربعه يديني كام؟ 9 سنتيمتر نشوف مسألة تاني كمان من وحدات قياس المساحة يا ترى مين في دول أي حاجة في وحدات الأطوال جنبها كلمة مربع أو عليها اتنين تبقى هي على طول وحدة مساحة على طول يعني يجي لك كيلو متر عليه كلمة مربع يبقى وحدة مساحة متر عليه كلمة مربع أو مكتوبة جنبه يبقى مساحة هنا مين؟ آه الدي متر مربع هو وحدة الايه؟ المساحة المساحات عبارة عن مربعات المساحات عبارة عن مربعات طيب تعال نشوف واحدة تاني قانون بقى هنا محيط المربع بيساوي طول الضلع في ايه هنا بقى ها اه؟ يا ترى في اتنين لا طب لو ضربته في اتنين يديني ايه يديني نص المحيط صح كده يديني ضلعين اتنين بس طب يبقى اضربه في ايه اضربه في اربعة طب بص للمسألة دي تسعة متر مربع عايزها الى ديسي مترات مربعة الاول اسال نفسك من غير المربع المتر في كام ديسي في عشرة يبقى المربع اضربه في نفسه عشرة في عشرة يبقى ب مئة يبقى من متر مربع الى ديسي متر مربع يبقى انا هضرب في مية يعني التسعة في مية هتديني الاجابة 900 مئة ديسي متر مربع اذا من المتر المربع للديسي متر المربع مية وانا عندي تسعة اضربها في مية تعال نشوف السؤال الثاني بتاعنا اكمل ما ياتي اول سؤال بيقول لي حافظ قانون محيط المستطيل اه بيساوي ايه ها انا مجهز لك المكان اهو يلا هكتب ايه هنا اه الطول وهكتب هنا ايه العرض وهكتب هنا في ايه في اتنين يعني اذا الطول زائد العرض في اتنين بيديني محيط المستطيل يعني ايه الكلام ده يعني الطول والعرض دول بعدين مش كده طب كويس عملت فيهم ايه جمعتهم يعني جبت مجموعهم جبت مجموع مين البعدين صح وبعدين ضربته في اتنين يعني ايه ضربته في اتنين يعني جبت ضعف ضعف مين ضعف المجموع مجموع مين البعدين يبقى انا ممكن اقولها بطريقة تانية وممكن يجيبها لي نقط وعايزني انا اكتبها اقول له ايه ضعف مجموع بعدي ضعف مجموع بعدي ضعف مجموع بعديه، خلاص فهمنا؟ يعني ممكن يقول لي محيط المستطيل يساوي ضعف نقط أقول له مجموع ايه؟ بعديه، خلاص؟ طيب تعال شوف لي المسألة دي نحلها ازاي؟ مستطيل بعداه يعني ايه بعده عرفناهم هنا اللي هو الطول والعرض 5 سم 6 سم و5 سم دايما الاطول هو الطول يعني 6 سم هي الطول و5 سم هي العرض وعايزين محيطه نعمل ايه نعمل قوسين زي دول وعلامه الزائد وعلامه الفي واحط هنا 6 واحط هنا 5 واحط الاثنين هنا يعني تبقى عشان اجيب محيط المستطيل ده اقول محيط المستطيل يساوي 6 زائد 5 واقفل القوس قوس مفتوح من هنا ومقفول من هنا وبعدين في اتنين وبعدين اجمع دول يدوني كام 11 اجي تحتها واقول 11 في اتنين تساوي كام 22 والتمييز سنتي متر خلاص تعال نشوف مساله تانية مستطيل طوله طوله 20 سنتي طب محيطه كله 64 سنتي عايزين مساحته طب انت عشان تجيب مساحته بتعمل ايه مساحة المستطيل بتضرب الطول في العرض مش كده طب الطول عندي لكن هل العرض عندي لا ما عنديش طب اجيبه ازاي بص كده رسمة المسألة دي بص كده ادي مستطيل شايفينه المستطيل ده مستطيل ده طوله 20 سنتي الكبير 20 سنتي طب الصغير ما عليه لكن جاب المحيط اللي هم الاربع اضلاع مع بعض دول بكام؟ ب 64 طب الجزء من عند الشرطه اللي انا حاططها دي وانا ماشي كده لغايه هنا عباره عن ايه؟ مش نص المحيط نص المسافة ما انا لما بمشي من هنا وامشي كده 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 واطلع كده وارجع تاني ده المحيط كله لكن انا كده مشيت نص المسافة يعني نص المحيط يعني مشيت 32 طب هو المحيط مش طولين وعرضين المحيط لكن نصه عباره عن ايه؟ اه طول وعرض يبقى نص المحيط اللي هو الطول والعرض بكام؟ ب32، الطول مع العرض ب32، وانا عندي الطول ب20، اقدر اجيب العرض؟ انا بقول الطول والعرض مع بعض ب32، الطول ب20 يبقى اقدر اجيب العرض اه اطرح 32 ناقص 20 تديني 12 يبقى العرض ده في 12 اضرب 12 في 20 تديني 240 سنتيمتر ايه مربع عشان دي مساحه اقولها تاني ولا خلاص فهمتوها زي ما كنتوش فهمتوها رجعوها تاني واسمعوها بالشرح اللي انا قلته مرة واثنين وتلاتة عشان تفهموها كويس لان برضو متعرض لمسائل زي دي تيجي لك في الامتحان يبقى اول خطوة بعملها بجيب نص المحيط بتاعي يبقى 32 الخطوة الثانية أطرح منهم الطول يطلع لي العرض وإذا كان جايب العرض أطرح نص المحيط نقص العرض يطلع لي الطول لكن أنا هنا جايب الطول يبقى أطرح نص المحيط اللي هو 32 ناقص ال 20 يطلع لي العرض اللي هو 12 أضرب بقى ال 20 اللي هي الطول في العرض اللي هو 12 يديني 2 في 12 ب 24 وفي صفر عندي أنزله يبقى 240 سنتيمتر مربع فهمناها؟ طيب عارفين الكيلومتر متر فيه كم متر؟ آه في ألف كلام جميل طب الكيلومتر لما يبقى مربع يبقى فيه كم متر مربع؟ قلنا بنضربها في نفسها يعني الكيلومتر متر فيه ألف متر يبقى الكيلومتر المربع ألف في ألف ألف في ألف يعني إيه؟ يعني مليون مش كده؟ طب ده مليون ده الكيلومتر المربع مليون متر مربع طب نصه بقى نص المليون تعرفوها كم؟ مم؟ نصها كام مش المليون الف الف يبقى نصه كام خمسمائة الف نصه خمسمائة الف او اقسم المليون على اتنين يديني خمسمائة الف خلاص طب محيط اي مضلع يساوي ايه ها اوعى تكون نسيتها مجموع اطوال اضلاعه وانا لسه قايلها من شويه في الصفحه اللي فاتت طيب اذا مجموع اطوال الاضلاع لما يجيب لي كلمة اي مضلع اي واحد انا عايز محيطه اعمل ايه اجمع اضلاعه اجمع الاطوال طبعا خلاص اجمع اطوال اضلاعه طب فاكرين مساحة المربع اه طول الضلع في نفسه برافو عليكم طول الضلع في نفسه طب ومساحة المستطيل اه الطول في العرض خلاص فهمنا دول مهمين لازم تكون عارفهم الاولى دي والتلاتة دول وبرضو محيط المثلث مجموع اطوال اضلاعه واذا كان متساوي الاضلاع يبقى طول الضلع في تلاتة لان اضلاعه التلاتة متساويين مش كده ايوة تبقى عارفهم دول كويس جدا لان لازم هتتعرض لهم في الامتحان يا اما قانون تكمله زي كده يا اما في مسألة وعايزينك تحلها بالقانون اللي احنا بنقوله ده طيب تعال نشوف ثالثا اجب عما خدوا بالكم معايا مسألة ظريفة وجميلة بتقول حجرة مستطيلة الشكل، الحجرة دي بعداها 6 أمتار و4 أمتار، يعني إيه 6 أمتار و4 أمتار؟ يعني طولها مستطيل الشكل هي شكلها مستطيل زي الشاشة اللي قدامك دي، الطول ده كده أهو، الطول ده كده أهو، 6 أمتار، والعرض ده كده أهو، 4 أمتار، دي الأوضة الحجرة بتاعتنا. يا عم تعال بلطها لنا ببلاط مربع الشكل. طول ضلع البلاطه كام يا عمي؟ 20 سم، عايزين نبلطها. عايزين نعرف كم بلاطه انت هتجيبهم. الراجل يقول لي طب الاول نحسب الحجره. طب نحسب الحجره بايه؟ نحسب مساحه الحجره بالسنتيمتر المربع. ليه؟ عشان البلاطه بالسنتيمتر المربع، لكن الحجره بالمتر مش كده؟ يبقى نجيب مساحه الحجره ونحولها الى سنتيمترات مربعة مساحة الحجرة الحجرة مستطيلة يبقى الطول في العرض يبقى ستة في أربعة ب 24 متر مربع، لكن احنا عايزينها سنتيمترات مربعة، ليه ما تخليها كده وتريحنا يا أستاذ؟ عشان البلاطة حبيبي جاية بالسنتيمتر، فلازم يبقى النوع واحد، دي أمتار ودي سنتيمترات ما تنفعش، الأسهل إن أنت تحول من الكبير للصغير عشان بيتحول بالضرب، يبقى حول من المتر المربع للسنتيمتر المربع، أنتوا عارفين المتر؟ 100 سنتي، يبقى المتر المربع مية في مية يعني بكام بعشر تلاف يعني ايه يعني اربع تصفار يعني لما اضرب الاربعة وعشرين دي في عشر تلاف تديني بالشكل ده ميتين واربعين الف يعني بحط قدام الاربعة وعشرين اربع تصفار وتبقى سنتي متر ايه مربع تعالى بقى نمسك البلاطة نشوف مساحتها كام البلاطه طولها 20 وعرضها 20 يعني مربعه يبقى 20 في 20 بنزل الصفرين و2 في 2 باربعة يبقى 400 ايه؟ سنتيمتر مربع. طب عرفنا ايه دلوقتي؟ عرفنا مساحه الحجره بالسنتيمترات المربعه وعرفنا مساحه البلاطه كمان بالسنتيمترات المربعه اللي اتنين بقوا زي بعض الوحده بتاعتهم واحده سنتيمتر مربع وسنتيمتر مربع هو عايز عدد البلاط. اللي احنا محتاجينه للحجرة دي عشان الراجل يشتري يبقى عشان نجيب عدد البلاط بنعمل ايه؟ نقسم مساحة الحجرة اللي عندنا على مساحة البلاطة الواحدة يعني اقسم 240000 على 400 يعني اقول له عدد البلاط بتاعنا بيساوي ال 240000 على 400 لاحظ هنا في صفار وهنا صفار اقل صفار اتنين موجودين هنا يبقى اقسم على 100 400 على 100 تديك كام يعني تشيل صفرين تفضل اربعه طب ودي 240000 على 100 نشيل صفرين يفضل لي 2400 بقت 2400 على 4 لو قسمنا 2 على 4 ما يصحش 24 على 4 تجيب 6 وبعدين فاضل صفر ينزل كمان صفر تاني ينزل يبقى الحجرة بتاعتنا عايزة كام بلاطة عايزة 600 بلاطة فهمتوا المسألة دي جميلة وحلوة خدوا بالكم منها واستفيدوا بحلها واكتبوها عندكم كمان طب تعالى نشوف مسألة كمان اجمل بقى المسألة دي بتقول ايه في الشكل اللي قدامك المقابل ده قطعة أرض أهي أرض مربعة الشكل طول ضلعها 30 متر مربعة يبقى ده 30 وده 30 الأضلاع قد بعضها في المربع مش كده؟ عملوا حوض سمك في داخل الإيه؟ الأرض دي حوض السمك ده طوله 10 متر وعرضه 5 متر يبقى حوض السمك على شكل إيه؟ مستطيل شطار عايزين نعرف الباقي من الأرض مساحته قد إيه؟ اللون البيج ده مساحته قد إيه؟ آه، هو الحوض مش واخد من الأرض آه، طب خلاص أجيب مساحة الأرض الأول مش كده؟ وأجيب مساحة الحوض وآخدها من الأرض يفضل الباقي مش كده ولا لأ؟ أنا عندي الأرض أهي كلها لما أشيل منها دي مش هيفضل دول اللي هو عايزهم؟ بالظبط يبقى انا اجيب اول حاجه اقول مساحه الارض بتاعتنا الارض مربعه يبقى طول الضلع في نفسه. يا ريت تكتب القانون يبقى اجمل. مساحه الارض تساوي طول الضلع في نفسه يبقى مساحه الارض تساوي 30 في 30 ب 900 متر ايه؟ اوعى تنسى دي او تحط اثنين فوق كلمه مربع فوق كلمه متر. يا تكتب مربع يا تحط اثنين فوق كلمه متر. ما تحطش الاثنين يا تحط اثنين هنا يا تحط كلمه مربع. واحده من الاثنين يا الاثنين يا كلمه مربع خلاص طيب جبنا مساحه الارض عرفناها ان الارض دي كلها بالحوض بكله 900 متر مربع هنشيل منها مساحه الحوض طب نعرف مساحه الحوض بكام اه الحوض مستطيل طوله عشرة وعرضه 5 ومساحه المستطيل الطول في العرض يعني عشرة في 5 تديني خمسين متر مربع تديني 50 متر مربع اذا مساحه <applause> حوض السمك عبارة عن خمسين متر مربع ومساحة الارض كلها 900 متر مربع لو انا مشيل شلت مساحة الحوض من مساحة الارض هيفضل المساحة الباقية اللي هي البيج اللي قلنا عليها دي يبقى اقول مساحة الجزء الباقي من الارض ال900 متر بتاعت الارض كلها لما اشيل منها الخمسين متر بتاعت الحوض هيديني تمنمية وخمسين متر لازم اقول مربع مادام في كلمة مساحة هنا شايفين مساحة 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 يبقى هنا مربع 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 ما تنساش دي عشان لو نسيتها بتنقص درجة خليكم فاكرين الحتة دي وإن شاء الله يعني آه تكونوا آه فاكرين الاشتراك في قناه معلم الرياضيات عشان تستفيدوا بالفيديوهات بتاعت السنه عليها للترمين موجوده على القناه. آه مراجعات من خارج الكتاب وشرح دروس بطريقه جميله جدا مبسطه ووحدات بحالها مشروحه بطريقه مبسطه برضو على قناه ايه؟ معلم الرياضيات، والاشتراك في قناه براعم مبدعه اللي هي لدروس الترم الثاني زي قناه محمد عبدو ما هي للترم الاول براعم مبدعه للترم الثاني، هنا شعار القناه بتاع محمد عبده هتلمسه او تحط الماوس عليه هيظهر لك كلمه اشترك هتضغط عليها يبقى انت اشتركت هيظهر لك العدد يزيد العدد واحد يظهر لك الجرس لازم تضغط عليه لانك لو ما ضغطتش عليه يبقى انت مشترك غير فعلي في القناه، لازم تضغط على الجرس عشان يجي لك رساله باي فيديو أنا أنزله تعرف على طول إن القناة نزل عليها فيديو، وهحط لك هنا الرابط بتاع المراجعات وبتاع الدروس عشان إذا ما كنتش عارف توصل له على قناة محمد عبد طبعاً عشان تضغط عليه وتدخل وتتفرج على اللي أنت عايزه والدروس من بداية ما نزلتها لغاية ما وقفت عليها. وبكده يكون وصلنا لنهاية لقائنا النهارده، أشكركم مع أطيب تمنياتي بالتوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.